السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. تعاودتم معي على إلقاء ملخصات لمقياس الفيزياء 2، ولكن هذه المرة سأتطرق معكم إلى مقياس الديناميك الحراري أو ما يعرف باللغة الفرنسية ثيرموديناميك. نستهل الملخص بالغاز المثالي. يعرف الغاز المثالي ب المعادلة PV يساوي NRT. في هذه المعادلة يجب علينا التعامل بالوحدات الدولية، أو يمكن التعامل بغير الوحدات الدولية ولكن مع حسن اختيار R. P بالباسكال، V الحجم بالمتر مكعب، يعني كمية المادة دائما بالمول. هاتي لا تتغير وحدتها، قد تتغير وحدة الحجم أو وحدة الضغط، ولكن كمية المادة لا تتغير وحدتها. R دابة الغازات المثالية، حيث R يساوي 8.31 جول على المول في الكلفن، أو R يساوي 0.082 لتر في أتموسفير مقسوم على المول في الكلفن. يعني إذا استخدمت R بهذه القيمة سينتج معك M بالمول، وإذا استخدمت R بهذه القيمة فستنتج معك RN بالمول. R 2 كالوري سينتج معك RN أيضا بالمول. ولكن انظر هنا، إذا استخدمنا 8.31 فإن وحدة كمية المادة هي المول، ووحدة درجة الحرارة هي الكلفن. وإذا استخدمنا هذا الثابت ستبقى كمية المادة بالمول ودرجة الحرارة بالكلفن، وهنا أيضا R ستبقى ال N أيضا ستبقى بالمول، وهذا ودرجة الحرارة ستبقى بالكلفن. كل ما أردت أن أوصل المعلومة التي أردت أن أوصلها، درجة الحرارة دائما بالكلفن، كمية المادة دائما بالمول، حتى لو تغيرت قيمة R قد تتغير الوحدة. هنا عندما يعطيك في التمرين V بالليتر و P بالأتموسفير، الثابت الذي ستستخدمه هو هذا، ولكن ستبقى كمية المادة وحدتها مول ودرجة الحرارة وحدتها كلفن. يعني إذا أعطيت لك في التمرين 25 درجة مئوية يجب عليك تحويلها إلى الكلفن، هذا لا نقاش فيه. ننتقل إلى العلاقة الثانية، درجة علاقة القوة بالضغط. P يساوي F على S، هذا قانون يحفظ. يعني F هي القوة بالنيوتن، P الضغط بالباسكال، S المساحة بالمتر مربع. هنا فقط توضيح للوحدة، باسكال يساوي نيوتن على المتر مربع يساوي كيلوغرام على المتر في السكوند مربع، هذا غير مهم، لا يحفظ. يعني هنا أنواع التحولات، هنا أنواع التحولات، تحول مع ثبوت الضغط، يعني P يساوي CTE، معناها P واحد يساوي P 2 ويساوي P، وهذا التحول اسمه إيزوبار. العلاقة التي يشتهر بها هذا التحول هي V على T يساوي CTE، تحول مع ثبوت درجة الحرارة. تحول مع ثبوت درجة الحرارة هو لما T تساوي CTE، يعني إيزوتيرم. العلاقة التي يشتهر بها هذا التحول هي P في V يساوي CTE، معناها P واحد V واحد يساوي P 2 V 2، تحول مع ثبوت الحجم V يساوي CTE اسمه إيزوكور. العلاقة التي يشتهر بها هي P على T يساوي CTE، معناها P واحد على T واحد يساوي P 2 على T 2، تحول كادوم. التحول الكادوم هو أديباتيك، ويشتهر بأن كي يعني تبادل الحرارة مع الوسط الخارجي صفر مباشرة. يتميز هذا التحول بقوانين لابلاس. قوانين لابلاس هي بي في أس جاما يساوي سي تي او، معناها بي واحد في واحد أس جاما يساوي بي اتنين في اتنين أس جاما.
تي في في أس جاما ناقص واحد يساوي سي تي او، معناها تي واحد في واحد أس جاما ناقص واحد يساوي تي اتنين في اتنين أس جاما ناقص واحد. تي في أس جاما ناقص واحد على جاما يساوي سي تي او، تصبح تي واحد في واحد أس جاما ناقص واحد على جاما يساوي تي اتنين في اتنين أس جاما ناقص واحد على جاما، يعني الحالة الابتدائية تساوي الحالة النهائية، يعني تي واحد في واحد أس جاما ناقص واحد على جاما يساوي تي اتنين في اتنين أس جاما ناقص واحد على جاما. علاقة الكلفن بالسيليزيوس، هذه العلاقة يجب علينا حفظها. تي بالكلفن تساوي تي بالسيليزيوس زائد 273، تحويلات الضغط، واحد بار يساوي 10 قوة 5 باسكال، واحد اتموسفير يساوي 1.013 في 10 قوة 5 باسكال. الحذر هنا، عليك عدم نسيان هذا التحويل، 1.013 في 10 قوة 5 باسكال. الشروط النظامية كونديسيون نورمال، الشروط النظامية هي تي يساوي 1 اتموسفير و تي يساوي 0 سيليزيوس. الشروط المعيارية أو القياسية كونديسيون ستاندار، كونديسيون ستاندار بي يساوي 1 اتموسفير، تي يساوي 25 درجة مئوية. نلاحظ هنا أن الضغط مشترك ولكن درجة الحرارة تتغير. الحجم المولي في الشروط النظامية، هنا قمنا بحسابه عن طريق تطبيق قانون الغازات المثالية. هنا كما تلاحظون الضغط ب 1 اتموسفير، درجة الحرارة قمنا بتحويلها إلى الكلفن كما قلت لكم سابقا، يجب عليكم تحويلها إلى الكلفن، تصبح 1 في 0.082 في 273 مقسوم على 1، 1 يختزل معه تصبح لدينا 22.4. الحجم المولي في الشروط النظامية هو 22.4 لتر. الحجم المولي في الشروط المعيارية أو القياسية يختلف لأن درجة الحرارة تختلف، يصبح 24 لتر 24 لتر. متغيرات الحالة variable data، وهذا عليك أن تفرق بين متغيرات الحالة ودوال الحالة. هنا عليك الحذر، متغيرات الحالة ليست دوال الحالة، متغيرات الحالة هي أشياء تميز الحالة الابتدائية والحالة النهائية للنظام. يعني هنا الحالة واحد تتميز ب بي واحد في واحد تي واحد، يعني تعرف ب بي واحد في واحد تي واحد، يعني دي في الترموديناميك أو في الديناميك الحراري نقوم بتعريف حالة نظام بالضغط والحجم ودرجة الحرارة. وهنا أيضا بي اتنين، إذا متغيرات الحالة هي كالتالي: الضغط بريسيون اللي هو بي، الحجم فوليوم، درجة الحرارة تمبيراتير. ننتقل إلى العنصر الموالي، العمل. العمل كلنا نعرف ما هو العمل. العمل هو الطاقة التي ينجزها شخص أو أي جسم أثناء حركته، يعني يقوم بعمل، يعني يبذل جهد. هذا العمل في الديناميك الحراري لا يتوافق مع القانون الفيزيائي، يعني يجب علينا استخراج عبارة العمل في الديناميك الحراري من خلال تطبيق القانون الفيزيائي الذي هو دي دبليو يساوي اف دي ال. هذا قانون فيزيائي لا يمكننا تطبيقه في الديناميك الحراري، ولهذا سنستنتج قانون العمل في الديناميك الحراري. هنا برهان العلاقة، يمكنك إعادة برهان العلاقة. هنا دي دبليو يساوي اف دي ال، اف كما قلنا اف يساوي بي في اس، دي دبليو يساوي بي اكستيريور يعني الضغط مطبق من الوسط الخارجي، بي اكستيريور في اس، اس في دي ال هي دي في، يعني اس هنا متر مربع وهنا دي ال، متر مربع في المتر هو متر مكعب، متر مكعب هي وحدة الحجم. هنا دي دبليو يساوي بي اكستيريور في دي في. هنا كما تلاحظ عند ضغط الغاز، عندما نجري ب
ضغطا على الغاز يعني نطبق عليه قوة، ينخفض المكبس، ينخفض المكبس من الحجم في واحد إلى الحجم في اثنين، يعني الحجم قد أصبح أصغر يعني في واحد، أقل في واحد، أكبر من في اثنين، في واحد أكبر، ودي في هو في اثنين ناقص في واحد، يعني هنا تصبح لدينا ناقص، يعني لأن الدي في أقل من الصفر، لما الدي في أقل من الصفر هنا نضع إشارة سالبة للحصول، هنا دي دبليو في يساوي ناقص بي إكستيريور في دي في، للحصول على دبليو في نجري تكامل، التكامل من أين إلى أين؟ التكامل سيكون من في واحد إلى في اثنين، يعني من الحالة الإبتدائية للغاز إلى الحالة النهائية للغاز. وهذه هي عبارة العمل، لكن هذه هي عبارة أساسية وليست عبارة لجميع الحالات، يعني هناك عبارة في حالة ثبوت الضغط وثبوت الحجم وثبوت درجة الحرارة وحالة أديابتيك، وكل هذا سنتناوله وسنتحدث عنه. العمل في حالة ثبوت الحجم مباشرة، في حالة ثبوت الحجم معناها إيزوبار، معناها في واحد يساوي في اثنين، معناها دي في يساوي صفر مباشرة، لما دي في يساوي صفر فالعمل يساوي صفر مباشرة، في حالة إيزوكور العمل يساوي صفر مباشرة. العمل في حالة ثبوت الضغط، لما ثبوت الضغط بي اكستيرير يساوي بي واحد ويساوي بي اثنين ويساوي سي تي يو، يعني يخرج من التكامل، عند خروجه من التكامل تصبح لدينا تكامل دي في، يعني العمل في حالة إيزوبار هو ناقص بي في دلتا في، ويساوي ناقص بي في في اثنين ناقص في واحد، ويساوي ناقص بي اثنين، لأن بي واحد هي نفسها بي اثنين، يمكنك أن تضع ناقص بي اثنين في في اثنين ناقص في واحد، ويمكن أيضا لكن لم أكتبها هنا، يمكن أن تضع بي واحد في في واحد ناقص في اثنين، يعني تزيل هذه، يعني هذه الإشارة تدخل إلى القوس، تدخل إلى القوس، أو تقوم بعكس هذه هذين الحدين، تضع في واحد ناقص في اثنين، لا تضع في اثنين ناقص في واحد، إذا قمت بعكس الحدين هنا سيصبح لديك في واحد ناقص في اثنين، يعني بي واحد في في واحد ناقص في اثنين، يعني قمت بإدخال هذه الإشارة السالبة. أنا لم أتحدث عن هذه الحالة لأني تحدثت عن القانون العام، يعني لا داعي لكثرة القوانين، يعني إذا عملت بهذا القانون في حالة إيزوبار أو عملت بهذا القانون في حالة إيزوبار في حالة إيزوبار أو عملت بالقانون الآخر، يعني تدخل هذه الإشارة السالبة هنا أو تدخل هذه الإشارة، فهو نفسه يعني ستحصل على نفس النتيجة، ودائما العمل هنا لم أقل لكم فقط، هنا إذا كان الضغط ب الأتموسفير والحجم بالليتر، فإن وحدة العمل هي لتر في أتموسفير، هنا عليك الحذر، لتر في أتموسفير وليس الجول، هنا وحدة العمل ستكون بالليتر في الأتموسفير. العمل في حالة ثبوت درجة الحرارة، نأتي هنا ثبوت درجة الحرارة، إذا كانت درجة الحرارة ثابتة فإن الحجم والضغط متغيران، يعني لديك متغيران تحت التكامل، يعني هنا لا يمكنك إجراء تكامل لأن له متغيران، ولهذا سنكتب أحد المتغيرين بدلالة الآخر. نأتي إلى هنا دبليو في يساوي ناقص تكامل بي اكستيريور في دي في من في واحد الى في اثنين، بي في في يساوي ان ار تي، بي يساوي ان ار تي على في، يعني دبليو في يساوي ناقص تكامل من في واحد الى في اثنين ان ار تي على في في دي في، وهنا ان ثابت ار ثابت تي ثابت يخرجون من تحت التكامل، هنا وضعت لكم سي تي يو يخرج من تحت التكامل، يعني تصبح تكامل دي في على في من في واحد إلى في اثنين، تكامل مشتق الدالة على الدالة هو آلان الدالة، يعني آلان في دي في على دي في على في تكاملها هو آلان في، ولكن نعوض بحدود التكامل، عند التعويض بحد التكامل نعوض بالحد الأكبر ناقص الحد الأصغر، يعني ناقص ان ار تي في آلان في دو ناقص آلان في ان،
وكما هو معروف في خواص الآلان، آلان أ ناقص آلان بي يساوي آلان أ على بي، يعني شو أصبح آلان في دو على في أ، وهنا الناقص هي ناقص آن آر تي في آلان في دو على في أ. هنا إذا أردنا التخلص من هذه الإشارة سنقوم بقلب ما بداخل الآلان، ما بداخل الآلان هو في 2 على في 1، هنا نقوم بقلبه فيصبح ان ار تي في آلان في أ على في 2، قمنا بقلب الكسر فقط. لدينا بي في يساوي سي تي او، إذا لم يعطي لك في التمرين الحجوم يمكنك استغلال هذه العلاقة بي في يساوي سي تي او، يعني بي واحد في واحد يساوي بي اثنين في اثنين ويساوي ان ار تي. هنا تضع هكذا ناقص بي واحد في واحد يساوي في دبليو يساوي بي واحد في واحد في ال ام في اثنين على في واحد، دبليو يساوي بي اثنين في اثنين في ال ام في اثنين على في واحد، وكل هذا فقط باستخدام مميزات التحول الايزوتيرم. نقوم بقلب الكسر، هنا عند قلب الكسر تصبح الإشارة سالبة، تصبح الإشارة السالبة إشارة موجبة. إذا كانت الحجوم مجهولة، نقوم بتبديل الكسر، وأن لدينا بي واحد في واحد يساوي بي اثنين في اثنين، إذا بي واحد على بي اثنين يساوي في اثنين على بي واحد، تصبح لدينا دبليو في يساوي ناقص ان ار تي في آلان بي واحد على بي اثنين. وعند قلب هذا الكسر تصبح لدينا دبليو في يساوي ان ار تي في الان بي 2 على بي ان، او تصبح لدينا دبليو في يساوي بي 1 في 1 في الان بي 1 على بي 2 ويساوي ناقص بي 2 في 2 في الان بي 1 على بي 2. نقوم بقلب الكسر تصبح كالتالي، يعني في حالة إيزوتيرم توجد العديد من المناورات في التمرين، يعني إذا لم يعطيك الهجوم يمكن استخدام الضغط، وكل هذا باستخدام مميزات التحول الإيزوتيرم. المبدأ الأول للديناميك الحراري، هنا لم نتطرق بعد إلى التحول الأدياباتيك، وهذا لتسلسل العناصر فقط، يعني سنتطرق أولا إلى المبدأ الأول للديناميك الحراري الذي هو ينص على أن التغير في الطاقة الداخلية يساوي حرارة المطبقة على هذا النظام زائد العمل الذي يقوم به هذا النظام. ملاحظة، المبدأ الأول للديناميك الحراري يمكن تطبيقه في كل التحولات السابقة وكذلك التحول الكاظمي، يعني هذا القانون يطبق في جميع الحالات، يمكن تطبيقه في جميع الحالات. الطاقة الداخلية دلتا اي، دلتا اي قانونها ثابت، يبقى كما هو، دلتا اي يساوي ان سي في في دلتا تي، ان سي في في تي 2 ناقص تي 1، يعني هنا يمكن نستبدل تصبح تي 4 ناقص تي 3، يعني تي فينال ناقص تي انيسيال. الانطالبي التغير في الانطالبي دلتا اش هو قانونه ايضا يبقى كما هو، ان سي بي في دلتا تي ويساوي ان سي بي في تي 2 ناقص تي 1. علاقة ماير قمنا ببرهانها وهي كالتالي، برهانها تحصلنا على في النهاية نتحصل على سي بي ناقص سي في يساوي ار، وهي علاقة ماير في حالة الغازات المثالية، اي عندما يكون ان يساوي 1 مول، عندما يكون ان يساوي 1 مول. الثابت جاما يساوي سي بي على سي في، وهو خاص بتحول الكاظم، العمل في حالة التحول الكاظم. ناتي الى برهان العلاقة العمل في تحول الكاظم. في تحول الكاظم قلت لكم بان مبدأ الديناميك الحراري الاول يطبق في جميع الحالات، نقول دلتا اي يساوي كي بليس دبليو في، دائما في تحول الكاظم كي يساوي صفر، يعني نسقطها بصفر، ثم تصبح دبليو في يساوي دلتا اي ويساوي ان سي في في دلتا تي ويساوي ان سي في في تي 2 ناقص تي 1. ثم باستخدام علاقة ماير سي بي ناقص سي في يساوي ار، اذا سي بي على سي في ناقص 1 يساوي ار على سي في.
و سي بي على سي في هو جاما، يعني جاما ناقص واحد يساوي ار على سي في، اذا سي في يساوي ار على جاما ناقص واحد. هذه العلاقه اذا تحفظ، سي في يساوي ار على جاما ناقص واحد، هذه العلاقه تحفظ لحساب سي في. نقوم بالتعويض في العلاقه نجمه، حيث تصبح لدينا دبليو في يساوي ان، هنا سي في قمنا بتعويضها ار على جاما ناقص واحد، ثم هنا نقوم ب الجداء تصبح ان ار تي 2 ناقص ان ار تي 1 مقسومه على جاما ناقص 1 تصبح، ولدينا حسب قانون الغازات المثاليه بي 1 في 1 يساوي ان ار تي 1، بي 2 في 2 يساوي ان ار تي 2. اذا تصبح علاقه العمل كالتالي، دبليو في يساوي بي 2 في 2 ناقص بي 1 في 1 على جاما ناقص واحد، وهي علاقة العمل في التحول الكاظم. يمكن أن يقول لك قم ببرهان هذه العلاقة، ولهذا عليك أن تحفظ هذه الطريقة وتتعود على برهانها، وكذلك أيضا علاقة ماير، ولكن بكثرة يكون برهان علاقة التحول الكاظم. ملاحظة، كل عبارات سابقة التي تخص التحول تخص العمل تستخدم فقط أثناء التحولات العكوسة، يعني لا تستخدم في التحولات الغير عكوسة. يعني إذا كان التحول غير عكوس فلا يمكنك تطبيق هذه العلاقات، يعني التحول العكوس له قوانينه، قوانين لوحده، لا يمكن تطبيقها على التحولات. قوانين التحولات الغير عكوسة ليست نفسها قوانين التحولات العكوسة. ملاحظة، العمل ليس دالة حالة، هنا علينا الحذر، العمل ليس دالة حالة لأنه يتعلق بطريقة التحويل ولا يتعلق بالحالة الابتدائية والحالة النهائية للجملة، الحالة الابتدائية والنهائية للجملة أو للنظام. الحرارة، الحرارة في حالة ثبوت الحجم، دلتا او يساوي كي بلس دبليو في، في يساوي سي تي او، اذا دبليو يساوي صفر، اذا دلتا او يساوي كي في، يعني في حالة ثبوت الحجم لدينا كي يساوي كي في ويساوي دلتا او، ويساوي دلتا او، يعني تصبح لدينا ان سي في في دلتا تي ويساوي ان سي في في تي 2 ناقص تي 1، يعني دلتا او يساوي كي في في تحول إيزوكور، يعني في ثبوت الحجم. الحرارة في حالة ثبوت الضغط، في حالة ثبوت الضغط دلتا اش يساوي كي بي، يعني دلتا اش هو نفسه كي، يعني حرارة النظام هي نفسها الانطالبي للنظام. وهنا في تحول إيزوكور الطاقة الداخلية للنظام هي نفسها حرارة التي حرارة النظام. الحرارة في حالة ثبوت درجة الحرارة، دلتا او يساوي كي بلس دبليو في، تي يساوي سي تي او، دلتا او يساوي صفر، اذا كي يساوي ناقص دبليو في ويساوي ناقص، وهنا دبليو في تحصلنا عليه هو ناقص ان ار تي الان في 2 على في 1، يعني تصبح لدينا الحرارة كالتالي، كي يساوي ان ار تي الان في 2 على في 1، يعني نقوم ب جعل الإشارة بعكس إشارة العمل، عبارات العمل التي تحصلنا عليها في الأعلى نقوم بعكسها فقط، يعني نضيف إليها إشارة سالبة أخرى، يعني تصبح لدينا Q يساوي NRT ln V2 على V1 ويساوي NRT ln P1 على P2 ويساوي PV1 يساوي PV1 في ln V2 على V1 ويساوي P2 V2 ln P1 على P2. يعني هنا كانت الإشارة سالبة في العمل، أصبحت الإشارة موجبة في الحرارة، الحرارة في حالة التحول الكاظم. في حالة التحول الكاظم الجملة لا تتبادل الحرارة مع الوسط الخارجي، ولهذا فإن الحرارة مباشرة تساوي الصفر. دلتا E يساوي K بليس دبليو في، كي يساوي الصفر، إذا دبليو في يساوي دلتا اي، وهذا ما يتميز به تحول الكاظم، ويساوي دبليو في يساوي دلتا اي ويساوي ان سي في، ان سي في دلتا تي ويساوي ان سي في في تي 2 ناقص تي 1.
وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله حول الإنتروبي.